حضرتك، انا يعني بنتي جت اتخطبت، واللي خطبتها يعني كانت واحده صاحبتي يعني وارثنا من بلد كده وقاعده هنا في القاهره. المهم قالت لها شوف ابني، شوف بنتك وكده وايه، وجي شافها ومره واثنين وحصل قبول، وجت هي سافرت قعدت يجي شهر. استنيناها لما جت، لما حصل بقى بينهم في اتفاق وخلاص وافقوا يعني على بعض ومرتاحين، ما رضيناش نتفق معاها على حاجه الا لما هي تيجي وباباه وابوه قاعدين مع بعض في الاتفاق، عشان ما قالوش ايه اتفقتوا مع الواحد. واتفقنا والمهم ايه، خلاص. جه بعد كده جه قرا الفاتحه، بعد ما قرا الفاتحه باسبوع اتصلت بيا وقالت لي كل شيء نصيب. ليه؟ قالت هو اللي مش عايز يتحايل عليا. هو مش عايز ايه؟ هو مش عايز، وهو اللي مش عايز يكمل، وانا بتحايل عليه انا وابوه وهو رافض. طب ومين اللي ضربه على ايده يعني عشان يجي يقرا الفاتحه؟ لا، بعد ما قروا الفاتحه بعدها. ايوه انا فاهم، مين حد ضربه على ايده عشان يروح يخطب يعني؟ ايوه، هو جه الجمعه، والجمعه اللي وراها كان عندنا السبت، راحت متصله قالت لي كده. المهم راح ايه بنتي، بقول لها خلاص يا بنتي كل شيء نصيب. قالت لي ازاي ده هو كان بيكلمني دلوقتي ازاي؟ فبعتت له انه يكلمها، ما ردش عليها. قالت طب لما انت رافض بتتصل ليه بينا وبتكلمني؟ المهم هو قفل وراح متصل بيها ثاني يوم وقال لها انا ما اعرفش ماما عملت كده ليه، هي اللي عملت كده من نفسها من ورايا، واهلي وكلهم زعلانين. يعني هو انا عايز هو ما قالش حاجه، هو موافق لسه عليها وكل حاجه، بس يعني مامته هي اللي عملت ده، هي اللي عملت كده، هو ما عملش حاجه. ممكن اجي وكده؟ قلنا لا ما تجيش يا ابني لما تجيب والدك ووالدتك بدل ايه كده. المهم غير كده ما تجيش. قال طب تسمحوا لي ان اجي الجمعه الجايه وبعد كده اجيب عمي. المهم جه، وبعدين قلنا له ما تجيش الا لما تجيب والدك ووالدتك. راح جاي لنا وجايب الكلام ده، كنا في قبل العيد الكبير السنه اللي فاتت. ايه؟ راح وهو جاء السنة اللي فاتت الكلام ده من العيد الصغير، جانا قبل العيد الكبير السنه اللي فاتت، جاب والده فين الحاجه؟ قال والله ايه ده تعبانه، ده متضايقه، ده ما اعرفش ايه. المهم راح زوجي قال له، وانا برضه قلنا له لو هي جت لوحدها ما ينفعش، لو انت جيت لوحدك ما ينفعش، لازم انتوا الاثنين. وهي اصلا مش الست دي صاحبتك؟ نعم؟ هي الست دي مامته صاحبتك؟ كانت صاحبتي بقى لنا 20 سنه عارفاها، وحماها وحماتها من بلدنا وعارفين بعض من زمان. ايوه يعني انت بقى ما فكرتيش ترفعي عليها التليفون ساعتها وتقولي لها هو لا ايه اللي حصل؟ لا، انا هي ما انا هقول لحضرتك، انا لما قلت لها هي قالت لي كده ولا شيء، هو قال ده ماما عملت كده من نفسها. المهم لما جاب والده قلنا له لا، لازم هي برضه تبقى موجوده، فقال هجيبها وكده. فجاء اخويا سافر البلد وكده اهوت، فقال لا ده هو سابها وهو اللي مش عايز، سمع الكلام ده يعني من عندهم. فجاء قال لي خلاص بدل هو عايز وهي بتقول البنت عايزه وهي بتقول لا، يروح يجيب عمه ويجيب اهله ويجيب. فرحت انا اتصلت بيها. ايوه برافو. قالت لك ايه بقى؟ قلت لها دلوقتي ابنك جاب والده وهيجيب اهله عمه وعماته وكده وعايزها، وانت قلت لي هو اللي مش عايز. قالت لي لا هو مش عايز، ده بيقول لي بتتعصب عليا، بيقول لي لا ده هي ما بتدينيش كلمه حلوه ولا ريق حلو، ده ما بتطبخش، ما بتعملش كده. شاف منين؟ انت سالتيني عليها، اديتي كل معلومات، قلت لي معاها شهاده ايه؟ قلت لك معاها بكالوريوس كذا ودراسات عليا، قلت لك ان هي في الشغل وبتيجي متاخر عشان بنعمل يعني ادي سنها كام، قلت لك كل حاجه اللي طلبتيه. أيوة. شعرها ايه ما اعرفش، طلبتك على قلت لك على كل حاجه. وبعدين هيديها هتدي ريق حلو بناء على ايه؟ واحنا استناكي شهر لغايه ما جيتي واتفقنا، ما رضيناش نتفق من غيرك. دلوقتي انا بناء على ايه هتديك ريق حلو واحنا لسه مجرد يا دوبك لسه قاريين فتح اسبوع؟ ما ينفعش. قالت لي عامه انا عن نفسي مش موافقه. يعني هي بقى قالت في الاخر ان هي مش موافقه. ايوه، قلت لها لما انت مش موافقه طب هو عايزه نعمل ايه؟ قالت لي اهله مش هي. قلت لها هو عامه لو ما جاش من غير اهله هو ما يلزمنيش. المهم راح جاب اهله، قوم قالوا يا جماعه الموضوع مش معاكم، الموضوع معانا احنا، هي زعلانه مع جوزها وزعلانه مع اخواته اللي هو احنا، زعلانه معانا وخدتنا في الرجلين عين. طب انتوا عملتوا ايه بقى؟ كملتوا الموضوع ولا ما كملتوهوش؟ راحوا بقى قالوا لا ده كان اتفاق رجاله، والرجاله جت وقرت الفاتحه عمامها طبعا وقرايبنا وقرينا الفاتحه، وده كلام رجاله. هي بقى زعلانه مع اهله، احنا ذنبنا ايه؟ المهم الواد مصمم وزعلان وعايز، مصمم وزعلان وعايز وعايز. قالوا احنا هنجيب الشبكه وكده. المهم راح جاب شبكه وكده اهوت،
قلت له طيب لازم تجيب والدتك، قعدنا نحايله عشان يجيب والدته، قلت له احنا مش هنعمل قطاع الشف ولا حاجه نعملها عائلي كده عشان والدتك تروح حد. راح يجيبها الخطوبه السبت، راح جابها يروح يجيبها يوم الجمعه، ما جاتش، ما اعرفش قال لها ما قالهاش الله اعلم. فجه ما قلتلهاش، حبيبه عمته جت واهله جم، قال انا ما قلتلهاش، الوضع ما عجبنيش وجايبه لي شيخ وما اعرفش ايه وما عجبنيش. المهم قعد فتره بقينا كل فتره نقول له والدتك وربتك وتعبت فيك لغايه ما خدت شهادتك ولازم تروح لها. والمهم ايه، كنا بنتكلموا من ناحيتها ايه حلو ان هو دايما ايه يروح لها. ايوه. جه بعد كده ربنا سهل له الحال وجت شغلانه في السعوديه. لما جت الشغلانه جه قال لي انا مش هاخد شقه مؤقته، مش هاخد، كان عايز تجيب تمليك، وبعد كده قال هجيب ايه ايجار، قال انا مش هدفع ايجار وكده، وبدل وانا هتجوزها وهنقعد اسبوع في السعوديه. فاكتبوا القايمه، وبعد ما تكتبوا القايمه وكده انا هكتب ايه والحاجه اللي عليا هشوف ثمنها كام هكتبها، وبعدين تكتبوا وصف ان الحاجه دي طرفكم لغايه ما تجيب الشقه وايه وناخدها. تمام. قلنا له نسال سالنا، قالوا ينفع. ماشي يا ابني مفيش مشكله. وريحناه ان هو هيتجوز، حتى مش هيجيب الحاجه تحت، ماشي، هو مش هيجيب حاجه على اساس هيتجوزها وياخدها ويسافر. بس هيكتب لنا الحاجات المطلوبات بتاعته. ايوه كان ضمان يعني، ضمان. وندي له ورقه ضمان الحاجه عادي في شقتنا في بيتنا لغايه ما ايه. ماشي. المهم حصل ايه بقى؟ المهم سافر، ربنا سهل له، سافر دبي مره وما اعرفش مين مره، وراح السعوديه وراح مرتين ثلاثه، جه وفي النهايه راح قال قبل رمضان بيوم قال هيقعد، حجزنا القاعة، حجزنا القاعة. قال ايه؟ فرح. حجزنا القاعة، ان هي كانت هتتجوز اسبوع. حجزوا القاعة. شهر 6. حجزنا القاعة، حجزنا الكوافير، حجزنا الفرح. ايوه المهم ما تقوليش انه ما جاش. وقبل رمضان بيوم اتصل قال لها كل شيء نصيب وهكلم بابا، انا امي هتروح فيها. ده معروف ده من الاول يا الغلطه غلطتكم من الاول يا منزل، ده من الاول يا جماعه. وفي الاخر بقى قول لنا النهايه، السؤال ايه عشان الشيخ يجاوب؟ ايوه. فهم دلوقتي اهله زعلانين بيقولوا لا ابننا اللي غلطان، وهو مصمم بنتي كانت عايزاه وهو عايزها، وهو قالها عيش لوحده واحنا احنا عايزينها. فدلوقتي هو كان جايب لها شبكه وكده، هم ما اتصلوش لغايه دلوقتي، عايزين شبكه مش عايزينها. ايوه هو دلوقتي كان جايب لها الشبكه، انتوا خدتوها بقى موجوده. موجوده وخلاص. والموضوع مين اللي حجز القاعه؟ والموضوع اتقفل. مين اللي حجز القاعه؟ لا هو اللي دفع فلوس القاعه واحنا اللي كنا دافعين الكوافير والفستان. هو اللي كان دفع الفلوس بتاعه القاعه دي؟ دفع فلوس القاعه، وقلنا لهم اتصلوا بيه وقولوا له ما اعرفش بقى كان دافع مبلغ صغير يعني. هو كان دافع مبلغ حاجه صغير. ماشي. انت عايزه تسالي بقى الشبكه من حقكم ولا لا؟ ايوه عشان هي نفسيه تعبانه وداخل خارج ورايح وجاي، عشان هو فضل داخل وخارج رايح سنه، وانتوا غلطتوا من الاول ان انتوا دخلتوا نفسكم في الجوازه دي، طالما مامته شخصيتها كده وبالشكل ده والمشاكل دي ما كنتوش حطيتوا بنتكم في الاحتمالات اصلا. جاوب يا شيخ احمد عشان عندنا فاصل اجابه سريعه. طيب هو المساله يعني في قولين في المساله دي، قول بيقول والله اذا كان هو جايب ده من باب اللي هي الشبكه مش من باب الهديه فالشبكة ترد لأنه ده جزء من المهر، إذا كان من باب الهدية هو السبب في الفسخ فلا يعني يبقى من حقها، يبقى من حقها هي. نعم والله أعلم. ماشي. وكلمة بقى للسريعة كده. هو كلمة سريعة، لأن أنا أصلا لو هم كان لسه على الباب كده كنت هقول لهم لابد أولا ننظر هل الولد ده عنده يعني هو قوي الشخصية ولا لا، اللي هو يجي يقول لمامته أنا المتحمل، أنت مش عارف إيه، أنت كذا، ولا هو الموضوع كده سبهللة. أدام هو بالطريقة دي كان من الأول اقفل الباب ده تماما، لأن هو ابن مين؟ هو ابن أمه طبعا في النهاية يعني.